السلام عليكم متتبعين قناة حبيبتي ليدي. اليوم ان شاء الله وباذن الله غادي نشوفوا طريقة تحضير هلاليات ديال الكاوكاو اللي تيجيو رائعين ومقرمشين. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب، كذلك الاشتراك في القناة باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. خليكم على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الكاوكاو، ما يعادل قياس جوج الكؤوس ديال قياس الكاس العنبة، غادي نحاولوا اننا نحمروهم في واحد المقلات اولا نسرحوهم في لاطا وندخلوهم للفرن. المهم هو انهم يتحمروا لينا مزيان، ما يتحرقوش وما يبقاوش لينا خضرين. من بعد غنحاولوا اننا نزولوا لهم القشره ديالتهم بهذه الطريقه، ماشي بالضروره انه يتزول القشور كل شيء، ولكن اهم حاجه ان الاغلبيه يكون مزوله لهم القشره. في هذه الاثناء غادي ناخذهم وغادي نطحنهم في الطحان الكهربائي. من بعد ما نطحنوهم مزيان حتى نحصلوا على واحد المسحوق ديال الكاكاو، غادي نحاولوا اننا نغربلوه بالغربال، وغيعطينا جوج غيعطينا هاد لابودغ اللي تتشوفوا فيها دابا البنات هي اللي غنستعملوها ان شاء الله في العجين، واللي غيبقى لينا في الغربال هو اللي غادي نحتفظوا به باش نزينوا به الهلاليات ديالنا. تيبقى لينا على هاد الشكل، تيجيو حبوبات صغارين وتعطيو واحد الشكل رائع للحلوه ديالتنا. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا في المكونات كاس ديال السكر سنيده، كاس مع مرش ديال الزيت، ربعه ديال الزبده، غادي نحتاجوا اربعه البيضات، غنحتاج نخدموا بثلاثه وغنحتفظوا بوحده، غنخدموا غير بالصفر ديالها والبيضه ديالها غنستعملوه للتزيين، جوج اكياس الفانيلا، 20 غرام ديال خميره الحلويات، والمسحوق اللي وجدتو ديجا من قبل معاكم. الدقيق غيكون عندنا على حساب الخليط، والتزيين غنحتاجو هاد الحبيبات اللي كنت وجدتهم حتى هما من قبل، وغادي نحتاجو واحد راس معلقه ديال نكهه البرتقال اللي تجي رائعه فعلا مع هاد الهلاليات. بسم الله على بركه الله. في اناء غادي نوضعو الزبده، غادي نضيفوا لها سكر سنيده، وغادي نضيفوا جوج الاكياس ديال الفانيلا، غادي نضيفوا الكاوكاو اللي وجدناه من قبل مع راس معلقه ديال البرتقال، وغادي نضيفوا واحد رشيشه ديال الملح لتصحيح الذوق. تتبقى اختياريه البنات، هنايا هاد الرشاشة تاع الملح تتبقى اختياريه. بسم الله على بركه الله. غنحاولوا اننا نعجنوا هاد الخليط مزيان مع الزبده، نمعكوه مزيان. من بعد ما معكتوه مزيان عاد باش نضيفوا المكونات الاخرين. تنضيفوا في هاد الاثناء الزيت، نزيد البنات تقريبا كاس ما لاروب، يعني نص كاس فايت شي شويه، وتنضاو ضيفو البيض بالتدريج. ودائما البنات كيف ما تنقول لكم حتى تتمزج لينا الخليط كله، يعني البيض ما تيبقاش يتمزج، البيضه الاولى عاد باش تنضيفو البيضه الثانيه، ما تنضيفوش كل شيء في خطره واحده، بالبيضه بالبيضه البنات باش تصدق لينا هاد العجين تيجي رائع وتيجي واحد القرمشه روعه روعه صراحه لله روعه. تنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. غنحاول انني نسرع شويه الفيديو. من بعد تناخذوا صفر البيضه الرابعه تنضيفوه، وتنحتفظوا
بالبياض ديال البيضه اللي غادي نحتاجوه للتزيين. من بعد ما نمزجو هاد العناصر مزيان ندمج لينا جميع العناصر، تنبداو نضيفو الدقيق بالتدريج بكميه بالكميه. من بعد ما نمزجو هاد الكميه الاولى تنضيفو خميره الحلويات، ومن الاحسن البنات نغربلوها لانها انا لقيتها على شكل حبيبات. البنات هذا اول فيديو من بعد ما تفعلت لي القناه. تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل، وتنقول لكم الفضل تيرجع لله سبحانه وتعالى وترجع لكم من بعد الله. من بعد ما مزجنا هاد العناصر وعجنا العجين ديالنا وتيكون عجين رطب وما تيكونش قاصح، يعني تنتحكموا في الكميه تاع الدقيق. هنا تقريبا خدات مني واحد 800 غرام ديال الدقيق. تنوضعو تنقسمو العجين ديالنا على ربعة الكويرات، وتنوضعوه في بلاستيك غذائي، وتنوضعوه نورمالمون في الثلاجة البنات ما بين 10 دقائق حتى ربع ساعة، حتى تيتجمع العجين ويشد فراسو عاد باش تنخدموه ما بين جوج بلاستيكات أولا ما بين جوج ديال الورق الطهي، وتنسرحوه بالمدلك. من بعد ما نشكلوه اولا نسرحوه تنحاولوا انه يعطينا السمك ديال 1 سنتيم عاد باش تنقطعوه بالقطعه اولا تنشكلوه بالمرشم اللي تنحتاجوه. نقدروا هنا البنات نستعملوا غير كاس اولا اي قرصاتنا اولا اي دائره، وتنشكلوا بها هاد الهلاليات بهاد الطريقه، وتنوضعوها او تنوضعوا الحلوه ديالتنا في صينيه ديال الفرن. من بعد ما فرشنا لها ورق الطهي، هنا بنتي تتحاول انها تضرب داك بياض البيض. البنات الا بان لكم هنا بياض البيض فيه الصفوره، راه كانت غير المعلقه ديال روح البرتقال في هاد الزليفه هي اللي عطات داك اللون برتقالي. من بعد تناخدو فرشات وتندهنو الهلاليات ديالنا كاملين عاد باش تنحاولو اننا نرشوهم ان شاء الله بداك الكاوكاو اللي عزلناه او شكلناه في الاول ديال الفيديو. البنات تقدروا تديروا لوز ايفيلي او لا، مهم هنا من الاحسن تبقى كاوكاو لانها اصلا معجونه بالكاوكاو، ولكن التزيين تبقى اختياري البنات على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر عند كل اخت وعلى حسب الذوق ديال كل واحد. من بعد ما بنتي كملات الطاوة كاملة ديال الفرن او صينيات الفرن كملتها كاملة، تنحاولوا اننا ندخلوها الفرن في الوسط ديالو شاعل من الفوق من التحت على درجة 180 درجة، وغنكملوا الصينيه الثانيه والثالثه لانها تتعطينا واحد الكميه وفيره تبارك الله ما شاء الله تتخرج بزاف عاد بهذا القياس اللي لكم ديال المقادير. من بعد مرور 10 دقائق ما كاملاش الحلوه ديالتنا ها هي واجده، تتجي بهذا اللون ذهبي. تنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليوا لي تعليق، وإلى الملتقى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب.